مين هم أفضل 10 صناع محتوى على اليوتيوب لعام 2023؟ وزي كل سنة كشفت منصة يوتيوب عن قائمها للمقاطع الطويلة الأكثر رواجاً وكمان الفيديوهات القصيرة الأكثر مشاهدة، بالإضافة لقائمة بتضم فيديوهات بالموسيقى الأكثر استماعاً، وكمان هتلاقي قائمة لصناع المحتوى الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبنعرض لكم القائمة اللي بتضم أكثر 10 صناع محتوى قنواتهم جذبت المشاهدين على موقع يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023. ويأتي في المركز الأول صانع المحتوى الأكثر مشاهدة في الوطن العربي أبو فلة، صانع محتوى الألعاب وأحد أكبر صناع المحتوى في المنطقة. أبو فلة اللي قناته بتمتلك 35 مليون مشترك وأكثر من 5 مليار مشاهدة، وما زال لحد دلوقتي يتصدر قائمة أفضل صانع محتوى على اليوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في المركز الثاني فبيجي النجم العالمي مستر بيست، الرجل الأشهر على منصة يوتيوب لأن قناته عليها 215 مليون مشترك وحوالي 37 تريليون مشاهدة. أما في المركز الثالث فبتيجي قناة شونج إكس بونج اللي بتحتل مكانة قوية جدا في عالم محتوى الألعاب في المملكة العربية السعودية، وقدر يجذب حوالي 12 مليون و200 ألف مشترك وأكثر من 2 مليار مشاهدة. وفي المركز الرابع بتيجي قناة أبو نوح اللي بيجذب انتباه أكثر من 5 مليون مشترك من خلال الفيديوهات القصيرة. أما في المركز الخامس فبيجي مجد الزقوت المقيم في الإمارات العربية المتحدة اللي قدر يبروز أعماله الفنية من خلال الفيديوهات القصيرة اللي جذبت أكثر من مليار مشاهدة. أما في المركز السادس فجذبت الفيديوهات القصيرة لصانعة المحتوى الكوميدي المصرية إسراء نبيل، جذبت انتباه حوالي 3 مليون مشترك وحققت مشاهدة تخطت المليار. أما في المركز السابع فبيجي إبراهيم أبو خليل، صانع محتوى ألعاب وترفيه من المملكة العربية السعودية، واللي قدر يجمع حوالي 2 مليون و68 ألف مشترك ومشاهدات وصلت لحوالي 300 مليون. وفي المركز الثامن بيجي صانع المحتوى الترفيهي سونا جاز المقيم في لبنان، واللي فيديوهاته القصيرة بيتابعها أكثر من 2 مليون وحقق نسب مشاهدة حوالي 582 مليون مشاهدة. وفي المركز التاسع فبيجي صانع المحتوى المصري اللي عدد مشتركينه في القناة يقترب من 9 مليون مشترك. وفي المركز العاشر بتيجي قناة شبكة ألعاب العرب اللي بتجذب انتباه حوالي 19 مليون مشترك بإجمالي مشاهدات 9 مليار مشاهدة. قول لنا بقى بتتابع مين من القائمة.